ورد حديث كثيرة في الدعاء في صلاة الجنازة، نحن نعرف أنك تكبر تكبيرة الإحرام ثم تقرأ الفاتحة بالاستفتاح على الصحيح، ثم تكبر التكبيرة الثانية، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، ثم تكبر التكبيرة الثالثة وتدعو. ورد أدعية كثيرة هنا، منها الحديث المشهور حديث أبي هريرة: اللهم اغفر لحينا وميتنا، شاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، اللهم أحييت فأحيا الإسلام، ومن توفيت فتوفى على الإيمان. وهذا رواه للسنن وهو معلول، كما بين علته أبو حاتم رحمه الله تعالى في العلل، وهو معلول بالإرسال. وفي الحديث الآخر حديث عوف بن مالك في صحيح مسلم: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله واكسر عنه مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقل من الذنوب والخطايا كما يقول ثابت بن أنس: اللهم ابدله دارا خيرا من دار وزوجا خيرا من زوجه، الى اخر الحديث. هذا في صحيح الامام مسلم، وهو صح شيء ورد في الباب. ومن ذلك حديث واثله وهو عند ابي داود: اللهم ان عبدك ابن عبدك في حبلك وجوارك. وهذا حديث لا باس به، رواه ابو داود رحمه الله تعالى في سننه، ومثله يقال عنه حديث جيد، يعني مقبول صحيح، وإن لم يكن في ربما في أدنى مراتب الصحة. ولا هو يدعو بما أحب، فليس الدعاء على الجنازة توقيفية، فلا هو يدعو بما أحب ويخلص الدعاء للميت.